شو سويت يا نوراني سحرك عماني يا نوراني سحرك عماني وما في بيت يطعني عليك يطعني عليك يا مدلل أهلك يلا يلا ايه مرحبا ماهر شو اخبارك منيحة اشتقنا لك يا رجل وينك انت اشتقنا لك العافية رب اللي زمان ما شفتك شو اخبارك تمام والله الحمد لله تمام التمام لك شو البيت المكركب هاد ليش وقفت شغلي على البيت حياتي كلياتها مكركبة فوقاني تحتاني شو كنت عم تشتغل لكون عطلتك عن شيء لا كنت عم شغل الغسالة اوتوماتيك تعرف جهاد انا برايي انه اهم اختراع انوجد بالقرن العشرين هو الغساله الاوتوماتيك يعني ما بعرف لولاها شو كان صار فيني لك طالما عندك غساله اوتوماتيك ليش بيتك قايم قاعد والغسيل ملحوش هون وهون يعني لو ما عندك غساله اوتوماتيك شو كان صار بحالتك ايه انا بعرف الله اعلم شو كان صار فيني المهم شو تشرب عود هلا ما بدي اشرب شيء عود هلا ليش مكابسه نفسك علينا بقى لك يا اخي شو جاي لجربك هلا انا خلص اذا بدي اشرب شيء بقول لك عود مثل ما بدك على راحتك تعرف ما هي انا وضعك مو عاجبني بنوب وليش بقى شو بوضعي ما بعرف خايف اذا حكيت تقوم تزعل رغم انه اللي بدي احكيه لمصلحتك اخي احكي ما بزعل ولا يهمك احكي لي بدك اياه اخي باختصار شديد انت عايش حالي من الفوضى والكركبه رهيبه جدا يعني لا تأخذني تياب ملحوشة على الكنبايات فناجين القهوة والشاي يمكن صار لها أكثر من 15 يوم ما تزحزحت من محلها الجرايد بالأراضي سمك الغبرة هيك صار يعني بالمختصر المفيد العزوبية ما بتلبق لك ولا خرجك والمفروض انك تتجوز وتنظم حياتك من جديد افهمت بقى شو بقصد ولا لا يا حبيبي وزاد في الطنبور نغما شلون يعني؟ يعني عيوبي لا أراها وعيوب الناس أركض وراها شو يعني قصدك أنا؟ طبعا بقصدك إلك شو نسيت إنك مرقت بتجربة زواج فاشلة وانتهت بالطلاق؟ لا ما نسي بس ما لازم وقف ضد فكرة الزواج لأني فشلت فيه وأنا كمان هيك يعني مين قالك إني أنا ضد الزواج؟ بس مين هي اللي ممكن تقبل فيني بعد ما صار عمري هالعمر؟ وينا؟ تسلم لي عينا؟ ولك أخي اللي بدور بلاقي يعني أنا مثلا مالي صغير بالعمر ولا هلأ ما يئست ولساتني عم دور على بنت الحلال مرة تانية بس أهم شيء إنه الواحد فينا يتنازل عن شروطه ولا يعقد المسألة لك أخي متنازل صدقني متنازل يعني ما عاد بدي إياها شقرة وطويلة وجذابة ومثقفة وبتحكي أربع لغات وست بيت وسيدة مجتمع راقي لا حبيبي ما عاد بدي هالنماذج هلأ صار بدي وحدة آدمية وصلى الله وبارك حلو هالكلام بس وين بدك تلاقيها هاي ايش هو بيعرفني اسمع يا ماهر ولا تستخف بكلامي تفضل يا سيدي عم بسمعك انا قررت جوزك وباسرع وقت ممكن بقى قوم البس ثيابك وخلينا نروح على محل كويس ونحكي كلمتين على رواق لوين بدنا نروح هلا البس ثيابك وبعدين بنحكي والغساله شباب لك فيها وجبه غسيل لك ايه خلاص ما رح يصير لها شيء يلا ماشي الحال شبك على شو عم بتدور؟ عم دور على قميصي شفت لي قميصي الأسود والرمادي؟ شو؟ لا أنت فعلا حالتك صعبة ولازم جوزك على الحارك مرحبا مدام هلا عيوني مرحبا مدام أهلين عيوني يا هلا مقدم لك رفيقي ماهر فخر الشام تشرفنا اهلا وسهلا عيوني الله يسلمك اكيد جايين مشان شي اعلان اذا ما خاب ظني وهيك ايه والله ما خاب ظنك منوب والاعلان بخصك ولا بخص رفيقك عيوني لا هالمره بخص رفيقي ويا ترى انو اعلان لفت نظرك الحقيقه لفت نظري الاعلان يلي حاططه اعصار ميتش يعني لقيت المواصفات اللي بدك اياها بصاحبه الاعلان مبدئيا نعم بس بقي علينا نعاين قصدي نشوف صاحبه العلاقه شو عليه عيوني شو عليه؟ ما في مانع أبداً هذا حقك طبعاً
بتحب حدد لك مع موعد لقاء؟ والله إذا ممكن. تكرم عينك. وإن شاء الله إن شاء الله بتتوفقوا بصير نصيب وبتعيشوا بسعادة وهناء. والحقيقة الحقيقة عيوني نحن منكون كتير كتير سعداء لما منوفق راسين على مخدة واحدة، أو لما منحاول دحش راسين بطاقية واحدة حتى لو كانت صغيرة. مغضوبة تلاقي المانجا باردة لو سمحتي. لا ليش عزبتي حالك مدام الله يخليكي. لا لا عيوني مو معقولة الحكي، هذا واجبنا، بس بدي منك خدمة صغيرة. ولو تفضلي مدام. بتمنى منكم المحافظة على سرية الموضوع، يعني إذا ما صار نصيب وما اتفقتوا مشان يضل الموضوع بيناتنا، مشان ما يصير يعني لغط ومشاغبة مثل ما بتعرف. ايه طبعا طبعا، ولو من هالناحية كوني مطمئنة مدام نكاشة. شغلة تانية كمان، افضل انك تكون لوحدك اثناء اللقاء، هيك الاصول. يعني ما بصير كون انا موجود، انا زبونكم مدام. اهلا وسهلا فيك، بس انا افضل يعني انه يكون اللقاء ثنائي مشان خصوصية الحالة عيوني. ايه مو مشكلة مدام نكاشة، مو مشكلة، راح كون لوحدي. اوكي معناها اتفقنا. الو مرحبا عيوني، كيفي؟ انا المدام ابتسام نكاشي، مسؤوله زاويه نصفي الحلو بمجله العرش الصاخب. اهلين فيك يا عيوني. اهلين اهلين. مين معي؟ الانسه فاتن. اهلين اهلين، كيف رضاكي علينا؟ حلو اسمها ما هيك. حلو كثير، شو بدك احلى من فاتن. حابين نحدد معك موعد لقاء اذا سمحتي. ايه 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 في عندي مستأجر، عفوا في عندي شخص حابب يشوفك. ايه عيوني، ايه بنفس المواصفات اللي حضرتك طالبتيها بالاعلان موجود عندي طبعا. لحظة شوي، بكرة الساعة 6 بناسبك استاذ؟ ايه بناسبني، مو مشكلة. اوكي عيوني، بكرة الساعة 6 المساء ان شاء الله. اوكي حبيبتي، اهلين. هلا هلا عيوني، هلا هلا، باي. تدري ليش ازعل عليك؟ أعشقك وأموت فيك، تكسر الخاطر بدوني، ينكسر قلبي وجيك. تدري ليش أزعل عليك؟ تدري ليش أزعل عليك؟ تدري ليش أزعل عليك؟ تدري ليش أزعل عليك؟ وعم ليشك مجعلك هاد؟ إذا بدي أكوي بخاف أتأخر عن موعد، أحسن شي روح بهاد. دقني خشنة بدها تنعيم، أعصار ميت شي، مو أي كلام. بحبك وبغار ويلي من الغير، بحبك وبغار يا ويلي من الغير، شعلت النار من نظرة صغيرة لو عقلي طار. لا مش قصة صغيرة، لا 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 شارارارارارا ترارارا 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 ترارارا. اخ مرحبا مدام. اهلا وسهلا استاذ ماهر. اهلين اهلين عيوني. اهلا وسهلا فيكي، متاسف كثير للتاخير. ولا يهمك، ولو ما في مشكله ابدا. تفضل تفضل تفضل. شكرا. اهلا وسهلا. تحياتي مدام. أهلا وسهلا. بعرفك على الأنسة؟ مين؟ مغطوبة؟ لا شو هالحكي؟ هاي الأنسة فاتن. حضرتك ال مدموزيل فاتن. ليش واقفين يا جماعة؟ تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ميرسي مدام. عفوا يعني حضرتك الإعصار ميتش؟ نعم أنا الإعصار ميتش. عجبك الاسم؟ إيه طبعا طبعا، اسم طريف ظريف، حلو حلو تماما. ميرسي. على فكرة الأنسة فاتن كمان تحكي لغتين ثلاثة لمعلوماتك. واضح واضح، إنسانة طليق تماما، خزيت العين حولها ما شاء الله. وكان ايه عيوني بتحبوا اتركوا لحالكم شوي؟ لا لا لا، ليش لا تتركينا؟ شو تتركينا؟ مستأنسين بوجودك مو هيك؟ طبعا طبعا مستأنسين مدام.
ما في مشكلة. شو بتحبوا اطلب لكم؟ أنا هيك فبريف فكر وسط. أوكي. والأستاذ؟ أنا سادة. أي شيء سادة. أوكي. ألو يا مغضوبة. واحد إكسبريس وسط واثنين قهوة سادة لو سمحتي. إيه أستاذ ماهر، شلون شفت؟ شو بدي أشوف عيوني؟ يعني كيف شفت الأنسة فاتن؟ ظريفة. إيه ظريفة، عين الله حولها، الله يسلمها لأهلها. على فكرة مدام ابتسام، الطقس اليوم كان معقول كتير، يعني غائم جزئيا مع فرصة لهطول زخات من المطر. أنا بحب هالطقس كتير، يعني لا برد ولا شوب، والبحر متوسط ارتفاع الموج. بس معدل الأمطار هالسنة يعني كان ماشي حاله الحمد لله. المواسم كانت جيدة، والأغنام أكلت وسمنت، والمياه الجوفية تحسنت، يعني ارتفع مستوى الآبار السطحية والجوفية بكل سوريا، وهذا بالحقيقة الشيء مبشر، مبشر تماما. أستاذ ماهر، يا ريت نضل بصلب الموضوع اللي جاي مشانه لو سمحت عيوني. ايه طبعا طبعا، يعني لازم نضل بصلب الموضوع، ليش جايين نحن لهون لكان؟ بس عفوا، ممكن اتصل بالتليفون؟ تفضل عيوني، تفضل. الو، مرحبا شهاد، شو الأخبار عندك؟ نعم؟ شو الحكي؟ أخذوه على المستشفى؟ إمتى؟ بالعناية المشددة؟ لا 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 لا، عجل الشغلة، أنا جاي لعندك فورا حبيبي، مع السلامة. خير أستاذ. شايفة هاي الشغلة؟ شايفة؟ أنو شغلة؟ أبوه لجهاد بالعناية المشددة، المسكين إجته أزمة دماغية، والمسكين كان عم يغسل الكلي مرتين ثلاثة بالأسبوع، هذا غير الطحال والشقيقة والتهاب المفاصل ووجع الأسنان. أنا آسف يا جماعة، مضطر أمشي، رفيقي هاد ولازم وقف جنبه بهيك ظروف، بيعتب بعدين، مو حلوة، بتعرفوا أنتو يعني الناس للناس والقطة بالنفاس، والإنسان يعني بيكون. يلا هلا، السلام عليكم. شو هالحكي ماهر؟ يعني ما عرفتك الآنسة فاتن؟ لك اخ يا جهاد اخ، شو بدي احكي لك لاحكي لك؟ يعني انا ما توقعت لا بالاحلام ولا بالافلام اني شوف قدامي هيك بنت بهالدمامة والقباحة والبياخة، اللهم الاعتراض. يلحمة لهالدرجة؟ ولك واكتر، يعني شو بدي اقول لك؟ بصراحة انا لما طلعت على الكرسي اللي قاعدة عليه اتاخدت وتلبكت، لاني ما شفت انثى على الاطلاق، شفت كتلة، كتلة من الشحم واللحم، معدومة التضاريس والجغرافيا، انعدام كامل. انت عمرك شفت جسم ماله جغرافيا؟ هلا لا تقعد تبالغ وتهول الامور مثل عادتك، يعني اذا كانت الوحدة وشها حلو ممكن غض النظر عن الرشاقة، بعدين لا تنسى انه نحن حطينا التنازلات على رأس القائمة. ولك انو تنازلات هاي؟ عم قلك وشها الله يجيرنا يا رب. يعني انا بتصور انه رب العباد لما خلق هالوش خلقه حتى الناس لما تشوفه تعتبر اولا الملامح عجيبه وغريبه، وبيعجز اي رسام كاريكاتير انه يرسمها، عيون كبار جئرين كلهم غضب، شرر متطاير، الشفتير غلاظ كتير، غلاظ وسمات، وكل شفتور ما بيشبه اخوه ابدا. بعدين التم كبير كتير قد المغاره، وعاملته مثل خاتم بالحمره هيك قال حتى تصغره، والحنك مثل بلوعه، واسنانا مثل صف التلاميذ الابتدائي بتحية الصباح، شي طالع شي فايت، شي طويل شي قصير، شي متعبال شي مسطع. يا لطيف لهالدرجة؟ وشها ما بينتمي لأي شكل هندسي معروف بالطبيعة، لا هو دائري ولا إهليجي، لا قطع ناقص ولا شبه منحرف، لا متوازي المستطيلات ولا معين، يعني فيك تقول شكل هندسي مزيج من هالأشكال هي كلياتها. لك رقبة، رقبة مالك، راسة
غاطس بين كتافه، والكتاف كتف اطول من كتف، وظهرها في حرد بي، اصابيع ايديها غلاز وسماك مثل اليلنجي او الكباب، مثل اصابيع الباطنجيه. نطقها غلط، منطقها سخيف، صوتها نشاز، ضحكتها فضيحه، ذوقها معدوم، لبسها مفشكل ومكياجها لخمطه. ولك خلص خلص، والله ابشع بدني. اللهم لا تبلينا وعفو عنا يا ارحم الراحمين. لك الحمى شو هالوصفه؟ وهذا شو؟ لسه ما حكيت لك شيء. خلص خلص، ما في داعي تكمل، وصلتني الصوره تماما. روح الله يكون بعونك على هالمقلب يلي اكلته. اخي ماهر بيظهر انا وياك حظنا مع هالمجله اوت. بس بدك الصراحه يا جهاد، قسما بالله شفقت عليها من جوات قلبي. يعني بعد ما راحت السكره اجت الفكره، وبعد ما فقت من الصدمه سالت حالي ايش هو ذنب هالمسكينه حتى تصير مضحكه للناس بسبب شكلها. مثل المخلوقه هي، ليش لحتى تقضي حياتها معنسه وغير مرغوب فيها؟ بالاضافه لانه بجوز يكون عندها حس عالي وتهذيب رفيع. صحيح صحيح، هالكلام دقيق من وجهه النظر الانسانيه، ومثل ما بيقول المثل كل قمحة مسوسه الى كيال اعور. بس يا جهاد هيك قمحه صعب يلتقى لاي كيال، يعني وحده مثل هي ما بتوقع انها تتجوز ابدا يا حرام. سيدي ولا تتجوز، شو بدنا نحمل همها نحن؟ جهاد فهمني دخيلك، انا حطيتك بالصوره الاولانيه حتى اشرح لك واقع الحال، بس من المقابل ومن وجهه نظر انسانيه، يعني شلون بدي اقول لك، يعني حلو الانسان يضحي في سبيل اخيه الانسان. شو قصدك؟ يعني لازم حدا من هالناس يضحي ويكسر على انفه بصله ويتجوز هالمسكينه. طيب مين هالحدا؟ بس ما تكون انت. ها ليش لا؟ ولك العمى بقلبك العمى، شو جنيت ولا طمعت لانه سمعت انه مرتاح حماليا؟ لا ما طمعت، بس انا عم فكر بشكل واقعي وانساني، وانا طول عمري اتعودت اني ضحي وتعودت اني اتفانى في سبيل غيري، ومو غلط ابدا اذا ضحيت هالمره في سبيل هالدرويشه. لك اخطي، خليها تفرح، خليها تتجوز، خليها تدخل دنيا، واكيد هي رح تقدر لي هالتضحيه الكبيره اللي عملتها مشانها، ورح تحفظ لي اياها طول عمرها. ما بتعرف يمكن تسعدني سعاده ما بتوقعها ابدا. يعني جهاد بيني وبينك، الشكل الحلو عند المراه بتغتاله التصرفات البشعه، وبتصير المراه بعين الرجل اقمح من القبيحه. ولا تنسى انه العلاقه الزوجيه مو بس علاقه جنس ومنس، لا في اشياء تانية كمان. لك شو جنيت انت؟ ضروري انت تضحي، خلي غيرك يضحي بعدين بجوز. خلاص خلاص جهاد، الحوار انتهى، وبالظاهر انا قررت اتجوز اعصار ميتش. العبا، شو هالرجال، هو اللي بيمدح وهو اللي بيذم، شو هالتناقض هذا؟ لك يا ماهر اسمعني شوي قبل ما تتهور، بكره بتندم. حبيبي انا قررت وانتهى الموضوع، خلصنا، وانا متاكد انه رب العالمين ما راح ينسى لي هالتضحيه، متاكد. ماهر اكيد انت مو بوعياتك. كيف معنا يا فوت؟ خلص فوت فوت. هلا 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 عيوني هلا. مرحبا مدام، شو الصحه؟ مرحبا مدام، تفضل تفضل. اهلا وسهلا. شو استاذ ماهر، اكيد لفت نظرك شيء اعلان جديد ما هيك؟ لا والله، يلي لفت نظري الاعلان القديم. ما فهمت عليك ماهر. هيك مدام ابتسام، انا قررت اتجوز اعصار ميتش، بقى يا ريت تتصلي هلا بالانسه فاتن وتبلغيها قراري. للاسف استاذ ماهر، للاسف عيوني، انا ما رح اقدر اخدمك بالموضوع ابدا. ليش بقى؟ لانه الانسه فاتن بعد ما شافتك اصيبت بصدمه. نعم اصيبت بصدمه؟ ليش بقى؟ بصراحه قال حضرتك ما عجبتها منه، وهي ما انا حابه تدفن حالها بالحياه معك، للاسف عيوني. رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. اهو ساده يا مخطوبه.